أنا من ساندي وفي موقع صدى البلد ومشرفانا دايما. بداية بس عايزين نعرف بقى إيه قصة عيش حياتك؟ احرق الفيلم يا مش القصة يعني، جت إزاي الاختيار؟ إزاي الكاست نفسه اتعمل؟ إزاي مين اللي كلمك؟ اترشحت عن طريق الفنان سامح حسين. هو الحقيقة كنا اتقابلنا قبلها بسنة ونص وبقينا صحاب جدا، وبقى يكلمني وانا ببارك له على حاجات، هو بيبارك لي على اي حاجة بنزلها. فجيل ترشيح من هنا، ان هو كان اصلا معجب بفيلم خطة جيمي كأول تجربة ليا، والحمد لله نجحت وحققت ايرادات. وانا اتبسطت جدا بالفكرة لانها فكرة مختلفة. انا كان نفسي بعد خطة جيمي اعمل حاجة هادفة، يعني فيها مسج، فيها حاجة للناس، فيها قيم او حاجة مفتقدينها الايام دي في الافلام. والحمد لله اني اترشحت للفيلم ده، لان انا مبسوطه اني بشارك في عمل بيدعم السياحه بشكل قوي جدا، خصوصا ان احنا محتاجين ده في الفتره دي، بلس ان احنا نستاهل الدعم في السياحه، لانه فعلا عندنا اماكن كتير جدا ما بتبانش في الافلام، ما بتبانش في كليبات، رغم ان مفيش فعلا احلى منها يعني في العالم كله. فمبسوطة ان الفيلم بيقدم الصورة اللي المفروض الناس تشوفها المظبوطة. مبسوطة ان رياكشن الناس انه احنا شجعتيني ان احنا عايزين نسافر ونروح ونزور اماكن كتير.